شكرا لكم. في البدايه شفنا فلسطين، شعارات على فلسطين والاحداث ما يقع في غزه، كيفاش تشوفي انت الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والدعم الغربي منقطع النظير للاسرائيلي؟ القضيه الفلسطينيه طغت على الاحداث في العالم، لانه يعني بعد الهجوم الصهيوني على القطاع ومحاوله اباده الشعب الفلسطيني والتصفيه ديال القضيه الفلسطينيه، يعني احنا كحزب وحتى كشعب مغربي تنظمت واحد العدد ديال المسيرات والوقفات من اجل التنديد بالجرائم الوحشيه ديال الكيان الصهيوني، وايضا من اجل التعبير على الدعم ديالنا ديال القضيه الفلسطينيه. ولهذا يعني طغت على اشغال المؤتمر القضيه الفلسطينيه، لاننا نعتبرها قضيه وطنيه، ونتمنى ان هذا المنتدم الدولي الذي يقف اليوم صامتا، وفي هذا الصمت ديالو هناك تواطؤ، انه يتحرك اولا من اجل ايقاف الحرب، ثانيا من اجل احقاق الحقوق ديال الشعب الفلسطيني، بناء الدوله ديالو، العاصمه ديالها القدس مستقله، والعوده للاجئين، وتحرير الاسرى، باش هذا المشكل اللي هو قضيه اكبر قضيه ديال الظلم في العالم توضع له نهايه. ما بقاش فقط غير دعم ديال الدول ولا منتدم الدولي، كيف ما شفنا مثلا في مجلس الامن ورفع ديال الفيتو ديال الولايات المتحده الامريكيه، شفنا حتى واحد الهجوم اعلامي على اي واحد منتظم. شفنا لافير ديال نصير المزراوي، شفنا عدد من اللاعبين مثلا المغاربه اللي خداو واحد الهجوم منقطع النظر، لا سيما من الاعلام الاوروبي ولا الغربي، فقط بانهم دعموا القضيه الفلسطينيه. وهو من المعلوم يعني بالنسبة للمطلع على التاريخ أنه هذا الكيان الصهيوني تم زرعه في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية كي يلعب الدور ديال الحامي وديال الدركي ديال الإمبريالية العالمية والغرب بشكل عام. زرعوه في هذه المنطقة باش يحافظ لهم على يعني المصالح ديالهم تما، لأنهم يعتبروا أن الخيرات اللي موجودة في هذه المنطقة ديالهم، ولهذا باش يسهل عليهم الاستغلال ديالها والنقل ديالها باش هما يستافدوا، لانه الطاقه بالانواع ديالها يعني من غاز وبترول وهذا كتنقل خام لاوروبا اللي هي كتنتج منها صناعه، وهكذا تطورت اوروبا وامريكا ودول الغرب عموما على حساب البلدان ديال الجنوب. اذا امريكا في تصريحات ديال الرؤساء ديالها كيقولوا لو ان يعني هاد اسرائيل كان ضروري اننا نخلقوها، وحنا خصنا نحميوها لانه في حمايتها يحمونا المصالح ديالهم. مع كل اسف حنايا ضعاف في فهم ما يجري في العالم، لانه ملي كتسن قوانين كنقولوا هذه قوانين ستسري على الجميع، ولكن هذا عالم متغطرس يكيل بمكيالين ولا يعرف الا لغه المصالح، ومصالحه يدافع عنها حتى ولو تم ذلك عبر التقتيل وعبر التهجير وعبر الاسر وعبر الظلم وعبر عدم احترام القانون. ولهذا لا نستغرب، لأن هذا النظام الذي يحكم العالم اليوم هو أيضا يتحكم في الإعلام الجافان بكل ألوانها، وهناك العديد من المثقفين الكبار يعني حتى هم منخرطين في هذا النظام هذا المعولم المتغطرس، لأنهم كيظنوا بأنهم إذا انحازوا لهذيك الجهة غادي ينالوا يعني إمكانية ديال التقدم. كنلقاو حتى الناس اللي هما في المجال ديال الفنون وكذا من هنايا، وكاين بعض التصريحات اللي كيقولوها المنظمات التي تتحكم وتجر الخيوط بان تقريبا 97% ديال الحكام ديال العالم هما كيتحكموا فيهم، ديال المؤسسات العالميه كيتحكموا فيها. حنا شفناهم كيفاش كيتحكموا في المنظمه العالميه ديال التجاره، ومؤخرا بان بالملموس كيفاش كيتحكموا كذلك في المنظمه العالميه ديال الصحه، وكيفاش بغاو يعطيوها هذه السلطه ما فوق وطنيه باش تحكم حتى في الصحه ديال الشعوب في تجاوز للبرلمانات والحكومات. اذا هذه سلطه ما فوق وطنيه متغطرسه، الحليف ديالها هو الكيان الصهيوني، بطبيعه الحال غادي يدعموا، غادي يضرب الحريات، وغادي يضرب الصحفيين الى ما غير ذلك. هذه المساله هذه